كنا قصتها وناخذ فقرة قصة قصيدة. هسه قصة قصيدة لون؟ لا هسه قصة قصيدة. هسه قصة قصيدة. ما دام الموضوع انت قلت ثلاث ارباعهن انت على راحتك. يعني ما قيدك بالموضوع. لا قد لا تكون حالة اجتماعية قد تكون. اكيد اكيد. نعم. بصراحة هو كل انسان بحياته يعني يمر بعلاقة وتجربة حب. واحد من هاي الناس انا مريت بتجربة. تجربة حب؟ تجربة حب. نعم. اكيد. وهذا الموضوع يمكن اول مرة انا احكيه من خلال الاعلام. اها. يسعدنا هذا الشيء. شرف لي والحب مو عيب يعني انا من اليوم احكي وهاي بالعكس هو. مريت بتجربة يعني علاقة دامت تقريبا 5 سنوات. ما تكللت يعني بالنجاح بصراحة هاي العلاقة. فترة طويلة 5 سنوات. 5 سنوات اكيد. العائق شنو؟ العائق كان يعني حتى ابريها مو هي العائق لكن اهلها. يعني قبل فترة انه انا اتقدم لها او انا او يعني علاقتنا تتكلل بالنجاح لقيت البنية يعني تزوجت بهاي الفترة. يا بي. فتعرف الشاعر يعني والجرح يختي. فهو كان الموضوع السبب اهلها يعني. فقلت خايبين ايش مالكم بعتوها؟ الله. خايبين ايش مالكم بعتوها؟ بلا وجع للغربة زفيتوها. الله. يا شرع قال لكم اللي يعشق حرام. انا ادري. والله مو من حقكم تغصبوها. الله. خايبين ايش مالكم ايش مالكم بعتوها؟ بلا وجع للغربة زفيتوها. يا شرع قال لكم اللي يعشق حرام. والله مو من حقكم تغصبوها. بيش احلفكم درخت الانبياء. الله. ابداعت تراب النجف رجعوها. قدرت سمعتها ومن الباب جيت. الله الله. ردتوا كل شي وجيتوا ما ردتوها. وانا لو والله من الشباك جاي كان بستجفوفه وطيتوها. الله الله الله. قدرت سمعتها ومن الباب جيت. ومن الباب جيت. ردتوا كل شي وجيتوا ما ردتوها. يا سلام. وانا لو والله من الشباك جاي كان بستجفوفه وطيتوها. الله الله. لا يطل يبيع بنيته يوم. اي والله. ولا يوفقكم لين بعتوها منقع بوشيتها من كثر الدموع. برطمت قالوا لمن عفتوها. ايش قد دعيت تصير لي وافديها روح وروحي بجفاها ايش تفيد اخذوها. الله. امه ما خلت ولا شباك امام. ليش دمعت امه فشلتوها. يا سلام يا سلام. دنيا ما تهوى اللي وافش ما يكون تقدر المفقود والذمه تجريب. دنيا ما تهوى اللي وافش ما يكون تقدر المفقود والذمه تجريب. قلب الارض وسمى ارض بطول مثل ما يلقون خوانك نسيب. الله. امشي الاقي العله تفراق ايش دواء وارجعوا بثيابي دمعات الطبيب. يا سلام. درت ويهك والنفس خفت جدام. الله كان بعونه المفارق حبيب. الله الله. ايش ما اقرب منك باحلامي تخافين. حتى بالاحلام مالي بك نصيب. الزوم تتركها وتقدر شوقها. الله. قسمتك وياها بالتالي تخيب. حنا من عالم الذر عندنا اتفاق. ما تدش بيناتنا ريحة غريب. يا سلام. عوفها بمكياجها وسووا فضل. جاهلة ومن دونه تتلفت تظل. حطها بالغربي الهزها وشيل ديك يوقع عن بوساتي لما انت النخل. الله. حتى وجههم رايتي شكبية قام. ليش؟ من كثر ما اخذني شيء بالهم غفر. الله. كانت امنيتي احط لعيوني باب اجفوني فلتة والدمع رايد قفل. الله. اش عاجبك يا قلب بحبال المضيف. وين ما قامت تجي تصير العقل. اي والله. اش عاجبك يا قلب بحبال المضيف. وين ما قامت تجي تصير العقل. موت والدفان يندل العزيز. اي والله.
جنازتي اليسوى يعرفها من الثقل. الله. كسرت غصني، كسرت غصني ووقع شمعش وراي. حرامات. وانت تدري الشجرة ما تاخذ فصل. عوفها عوفها ولا تقل لي نيت وياها خير. المشكلة الغرقان يندل الرمل. الله. عوفها ولا تقل لي نيت وياها خير. المشكلة. المشكلة الغرقان يندل الرمل. هاي لعابة. ليه؟ هاي لعابة وتدور شف حرير. الله. وجدمك يغث الأرض من ينقل. الله. أخذ عمري وضحكتي ووجهي وقفاي وجيب لي بس يوم واحد من قبل. الله. وجيب لي بس يوم واحد. جيب لي بس يوم واحد من قبل. الله. سلام. خنقتني سيد، شنو السالفة؟ والله خنقتني. أكيد تعرف أنت الإنسان من يمر بتجربة، يعني مو شرط شاعر. أنا دائما أقولها مرات، يعني جرح الشاعر يجي من جانب الناس لأن يستفز طاقته الإبداعية وقريحته. أنا بأحد القصائد المسبقة اللي قلت بي جرح الشاعر شما كبر ما ينشاف. إيه. الناس تشوفه مني وفى بأشعاره. الله. أي أيوة والله بالأبيات. فبصراحة لو ما الشعر. عوض على الله سيد. راحت بتشين ها؟ راحت بتشين. وأنا راح أبكيك تمرة قلبي يعني شو أسوي؟ الله يسلمك. الحمد لله على كل حال. شوي نطلع من الجو. الله يوفقك.